شوفوا لما ناس بتبقى في كل أملها وفرحتها إنها تقتل، يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه وأحمد المنسي إيه؟ أنا بقول لكم بس الحكاية، ما هو ده إنسان وده إنسان وده ظابط وده ظابط، والاثنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة. الفرق بينهم ايه؟ ان حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية واهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، وحد تاني عايزينه عشان نحاسبه. عايزينه عشان ايه؟